طلعت من مسلسل أمينة حرش. نعم نو ليالي دهراب تتحدث عن تفاصيل خلافها مع شوق الهادي وتكشف جنسيتها الحقيقية وتحلق شعرها نهائيا. أنا كنت مريضة، كنت وايد تعبانة، وهم داشين ما قاطك بالجيل، وهم داشين التصوير مبكر، لو شوي التصوير كان متأخر يعني ماكسيمو لو كنت أقدر أرتاح 10 أيام أو 20 يوم وأدش تصوير كنت راح أكون وياهم. ظهرت الفنانة الكويتية ليالي دهراب في مقطع فيديو ردت فيه على أنباء خلافها مع الفنانة الكويتية شوق الهادي التي اتهمت بأن سبب انسحابها من مسلسل أمينة حاف بجزئه الثاني، حيث نفت ليالي هذا الخبر وأكدت أنها تركت المسلسل بسبب ظروف صحية ألمت بها، إلا أن ليالي هاجمت في الوقت عينه إلهام الفضالة وقالت أنها بوجهين، فهل يكون الخلاف مع إلهام وليس مع شوق؟ زعلانة بس اكتشفت أن اللي قبل كنت عايشته كان فيك، كان يعني كل اللي حولي يعني فرضا كنتوا تمثلون تجيحوشني، هل هذا كان تمثيل ولا شيء يحشني شك من بعض الناس؟ أما عن جنسيتها الحقيقية فأكدت ليالي دهراب أنها كويتية الأصل، حيث قامت بإظهار بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بها مباشرة على الهواء لإثبات صدق قولها أمام من يتهمونها بالكذب وانتحال الجنسية الكويتية. السلام عليكم. عليكم السلام. ما أدري يبين. كما انتشر مقطع فيديو لليالي وهي حليقة الرأس وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وتساءلوا عن سبب إقدامها على هذه الخطوة الصادمة، ليتضح لاحقا أنه أحد فلاتر سناب شات التي تخفي الشعر وتحولك لنسخة صلعاء.